السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة تعليم الرسم 3D. إزاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. معانا درس جديد وفكرة ديكورية جديدة، يلا بينا نشوف الديكور. شايفين أجيب كرتونة عادية جدا، هناخد المسافة دي كلها كام؟ 30 سنتي. زي ما حضراتكم شايفين كده، المسافة دي كلها 30 سنتي، وهناخد المسافة دي 20 سنتي. زي ما حضراتكم شايفين كده، ونعمل نقطة، والناحية التانية 20 سنتي ونعمل نقطة، ونوصل. زي ما حضراتكم شايفين كده، أصبح عندنا كام؟ 30 سنتي في 20 سنتي. زي ما حضراتكم شايفين، وهنجيب غطا جردل، أي غطا جردل، ونعمل نص دايرة. زي ما حضراتكم شايفين كده، نبدأ إيه؟ نقص الزئ ديت القطر، زي ما حضراتكم شايفين بعد ما قصينا ديت، والناحية التانية برضك نفس النظام هتقص اهيت. زي ما حضراتكم شايفين، نبدأ نقصها بالقطر، نجيب الغطا الجردل ونعملها بالقطر. زي ما حضراتكم شايفين كده، هنقص الناحية التانية برضو بالقطر اللي احنا علمناها. زي ما حضراتكم شايفين، ده شكل الاستامبا، اصبح عندنا كام؟ 30 سنتي. اهي المسافه دي كلها كام؟ 30 سنتي. والمسافه دي كلها كام؟ 20 سنتي اللي احنا قلنا عليها ديت، 20 سنتي. اصبح هذا شكل الاستامبا زي ما حضراتكم شايفين، ده هنشتغل بيها. طبعا معانا طريقه تنفيذ خطوه بخطوه.